أساس الاحتفال بيوم الوطني السنة الإفريقية. لهذا أعدت المديرية برنامج يعمل على سايد التقديم هو برمجية المؤسسة الديمقراطية كما جرت بعد كباقي المؤسسات المستقبلة من هذا المنشئة. نشيد وطني ونحاول نديروا برنامج الاوديو ولكن نديروا غير حاطين نشيد بعضية علاش تدوا معنا صافي غادي نوقفوا جميعا. ويزوم هذا الاحتفال لمدة أسبوع إلى غاية أن تنتهي الأنشطة بالمؤسسة التعليمية. نشكر السيد المدير الذي على حفا والاستقبال وكذلك الشريك ديالو جمعية الفباء. نشكرهم كذلك وجمعية كذلك المشاركة مع المنخرطة بالشراكة مع المؤسسة. أود كذلك أن أشكر سيدية الدرك الملكي بإقليم الصويرة على تواجدهم دائما بيننا من أجل الالتقاء بكم وكذلك من أجل توعيتكم بمخاطر التي قد تتعرضون لها أثناء وجودكم داخل المؤسسة خارج المؤسسة في الشارع إلى آخره. موضوع الالتقاء اليوم تتعلق بالسلامة الطرقية. أتمنى أن تستفيدوا وأن تتجاوبوا كذلك مع العرض الذي سوف يقدمه السيد هشام مدير الدرك الملكي. كتكون عندكم من بعد أسئلة تقييمية لمدى تواصلكم معنا أو مع العارضين في هذا البرنامج حول مدى استفادتكم. ونجاوب على الأسئلة ديالكم اللي هي مازال ما عرفتوش عندها علاقة بالسلامة الطرقية من ناحية القوانين من ناحية الفضاء الطرقي. أتمنى أن يمر هذا اللقاء في جو جميل إن شاء الله. شكرا لكم. هذا اللقاء هو من أجل الوقاية من حوادث السير بمناسبة اليوم الوطني بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير. وكما تعلمون فحوادث السير هي آفة خطيرة من شأنها أن تمس بحياة الإنسان وبماديا ومعنويا وكذلك جسديا. فأول ملاحظة يمكنني أن أبدأ بها هي نظرا لانتشار وباء كورونا تطبيقا لمقتضيات حالة الطوارئ المعلنة ببلادنا يجب الحفاظ على التباعد ووضع الكمامة ومسافة الأمان طبعا والعدوى بيننا. نمر إلى موضوع هذه السنة. فكما تعلمون أن الحياة هي أغلى ما لدينا وهي محور الوجود وعنوان أو شعار هذه السنة في الوقاية من حوادث السير هو مبادرتي من أجل الحياة من حوادث السير. وبين قوسين يمكنكم التواصل بالعربية الفصحى أو بالدارجة أو كما شئتم. المهم هو وصول الفكرة أنكم كتعرفون ما من حيث الزين ومادية الخسائر الجسمانية أو البشرية تتجلى في الموتى لا قدر الله تموت الناس جرحى في وجود فئات مصابين بجروح بليغة والمصابين
بجروح خفيفة، يعني خسائر في الأجهزة، يا إما في الناقلات يا إما في المنشآت. هذا هو التعريف للحالة الصين، وهو تعريف بسيط جدا، يكون فيه مشكلة حماس ولا داعي لكتبت الحوادث الصين. شي سبب؟ نعم أحسنت. أش الآخر؟ نعم نعم عدم الانتباه. حسن استعمال الهاتف أثناء الصياغة، استعمال الهاتف النقال، استعمال الهاتف والنقال الزمني. نعم نعم استعمال أدوية أو مخدرات أو ما من شأنه أن يحد من تركيزنا على الصياغة. فأعمل نعم ثالثا هناك عدم أخذ الاحتياطات اللازمة من طرف الراجلين، وهذه الفئة تهمهم كثيرا لأنهم تعتبرون كراجلين عندما تخرجون من المؤسسة أو تلتحقون بها. فهناك طريق وطنية بالقرب من المنطقة المتهورة في ظروف جوية قاسية أو صعبة، عندما يكون هبوب الرياح والشتاء والعواصف، فلهذا يجب أن نزيد من الحيطه والحذر. مثلا إذا كانت مأطورة تحديد السرعة فيها 100 والوصول إلى 100 مشوقا للوصول بالسلامة وبأمان لتفادي وقوعنا في حوادث. هذه الأسباب هي أسباب بشرية، يعني من صنع الإنسان، من صنع السائقين. هذا السائق هو الذي يزيد الفرامل إلى آخره. طيب، فعدم مراقبة المركبة يوميا، يجب أن نراقب مركبتنا يوميا بشكل منتظم، نراقب الزيت والماء وضغط الرياح العجلات إلى آخره، وأن نخضع مركبتنا إلى الفحص التقني. لكن مشيت للكراج تقول الله يخليك معلم، ريقلي يشوف لي الطوموبيل واش الروايد مزيانين مزيان، واش كلشي مزيان، واش تشتبه الطريق بلا ما تخاطر براسي وبالناس. من 22 الى 15 سنه 2020، وعدد المصابون بجروح بليغه كذلك كان سنه 2019 53، فاصبح سنه 2020 32، والمصابون بجروح خفيفه اصبح 193 سنه. الاحصائيات ما بين السنتين معليتين. هذا الرصد يوضح جليا الانخفاض القوي الحاصل في عدد حوادث السير المسجله بالمجال القروي لمدينه الصاويره او لاهل الصاويره ما بين سنتين 2019 و2020. انظروا 2019 كانت 201 حادثه، فيما في 2020 أصبحت 159 بفارق ناقص 20.83%. هيئة المراقبة في الطريق واش كيكمل على هذه السرعة ديالو؟ علاش؟ كيخاف من العقوبات التجرية، كيخاف يعني كما تقول من البروسيد من الخطية، يعني بكثرة المراقبة وكثرة صرامة المراقبة أصبح الناس ماذا أصبحوا؟ يحترمون القانون. فرغم المجهودات المبذولة من طرف مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية الدرك الملكي في الصويرة في إطار الحد من آفة حوادث السير بالإقليم، لكن العامل البشري كما لاحظنا يبقى هذه الحوادث. والدليل هو عدد المخالفات التجرية المسجلة في حق المخالفين لقانون السير مستعملي الطريق. وكمثال على ذلك نقدم لكم أن عدد المخالفات الجسرية كان 16,387 مخالفة قانون السير في سنة 2020. الصورة أسفل التسامح يساوي السلام، يعني التسامح. تعلمون أن كل ركاب السيارة خاصة السيارات الخفيفة كله خصهم يديروا السنطة، لا في المقاعد الأمامية ولا في المقاعد الخلفية. وأثير انتباهكم إلى أنه الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات ليس من حقهم الركوب في المقاعد الأمامية. فالخوذة
الواقية كما هو اسم على مسمى تقينا من جروح جد بالغة. لكن تصايب الموتور خاص لا اللي صايب ولا اللي مراه بجوج يديروا الكاسك. حتى هو ما كيدير الكاسك حتى لا تحطي لا قدر الله ما كتصابش بجروح اللي يمكنها ان تؤدي للحياة ولا معها مستديمة ولا بجروح خطيرة. إن آفة حادث السير تحصد سنويا أرواح أبرياء ثلثها من الرجل وتشكل معضلة عظمى داخل الوطن وخارجه، وبالتالي تؤثر سلبا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. ومن خلال دراسة إشكالية هذه الآفة نستنتج على أنها من صنع من؟ من صنع الإنسان. الإنسان هو اللي يتسبب الحوادث لا سيما مستعملي الطريق. يعني بأن سرية الطريق الملكي وجميع مراكزها رهن إشارة الوطن سواء في طلب المساعدة أو في إطار طلب الاستشارة وأجل الحصول على أي مساعدة أو معلومة في إطار مجهودات الدولة للوقاية من حوادث السير. هنا نقدم لكم نموذج لورشة عمل تطبيقية قمنا بها السنة المفردة بالثانوية الإعدادية محمد الزرطوري يناها عين عليها وقوم عند المستوى المطلوب تحت شعار جميعا مبادرة أعيد وشكرا على انتباهكم وإلى اللقاء. التفاتة اللي كيقوموا اليوم بها اتجاه البنية التحتية للمؤسسة ديالنا، وكنشكر المديريات الصغيرة اللي كتبرمج المؤسسة كل سنة هاد الصبيحة التواصلية بمناسبة 18 فبراير اليوم الوطني للسلامة الطرقية. وكنشكر السيد قائد السرية على هاد العرض القيم ونحن نتمنى أن يكونوا رسول العائلة ديالنا وأن يكونوا رسول العائلة ديالهم وأن يمكنهم النقل المدرسي ويمكنهم النقل في بزاف وسائل النقل. نتمنى أن تكون رسالة يغيروا الصورة لهم والعائلة ديالهم والمحيط ديالهم اللي كيكونوا فيه. ونتمنى إن شاء الله هذا اللقاء يكون لقاء تواصلي في المستوى. وكنشكر الجميع الإدارة والسي المقتصد والجميع الأطر اللي أخذوا هذا. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد، أريد أن أشكركم على تقديم هذا العرض الشيق والقيم الذي استفدنا منه كثيرا من الأشياء مثل كيفية الوقاية من حوادث السير. شكرا. غادي تتابعوا معنا الله يخليكم. هنا غادي نمثلوا واحد اللقطه ديال عدم احترام قانون السير. كما غتشوفوا هاد البنت راجله غتقطع الطريق، وهذاك مستعمل الطريق مستعمل يعني سائق دراجه هاو مع الباش والبيس. سير شنو لاحظتوا هنا؟ شكون يقول لي الاخطاء اللي دار؟ نعم، الخطا اللي دار هو انه ما كيشوفش قدام، ما كيشوفش قدام حيت خاصو يشوف قدام عاد غيدوز. نعم، ما احترمش على ما تقيف. نعم، حسن عطس اصبعك الراجل. حسن جدا، ما عطاش اصبعك الراجل. الخطا اللي دار هو انه هو مني شاف الراجل ما بغاش. نعم، لا ما تخيف، يعني هو كيعبر على مقطورة مقطورة ديال الطريق ديال ديال القف، يعني خصو يوقف هنا يجي لهنا ويوقف دوز الراجلة عادي تابع الطريق. هذا الخطأ الأول. دابا غادي نسدو واحد الحديدة سير، انتبهوا معنا الله يرضي عليكم. انتباه، يلا الدراجي زيد انتي
المسجد. هانتوما كما لاحظتوا انه ارتكب حادثة سير وتدخل ديال الدراكين بحقيبة اسعافات اولية تقدم لها الاسعافات في انتظار وصول سيارة الاسعاف، فيما السائق اللي مرتكب المخالفة الحادثة ها هو هنا غادي يتخذوا مع الاجراءات، غادي يسحبوا ليه الوثائق وغادي يتبع القانون المجرى ديالو. يعني هنا شكون يقدر يقول لي الاخطاء اللي لاحظ؟ شكون؟ نعم، الاخطاء اللي دار هو انه ما وقفش ستوب. نعم ديال الراجله. نعم عندك شيء تعقيب؟ ما انتبهش للطريق. نعم يعني ما انتبهش للطريق. هنا درنا هذا المثال باش نديروا انتباهكم، عافاكم انتبهوا. راه ماشي مجرد انه عندكم ممر راجلين غادي تمشيو بلا ما تنتبهوا، واخا ممر راجلين انتبهوا واش الطريق خاويه وقطعوا الطريق بسرعه، وماشي تقطعوا الطريق وانتم كتهضروا في التليفون ولا انتم غايبين الذهن ديالكم ما كاينش. خاص الانتباه رغم وجود ممر الراجلي قيمة. وشكرا على انتباهكم، وكنشكروا المؤطرين، وكنشكروا السيد المدير، وكنشكروا جميع الفاعلين في هذا، وكنشكركم انتما بالخصوص. شكرا جزيلا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن باسم أطر الإدارة التربوية وأطر المؤسسة من أطر إدارية وأعوان وغيرهم، نتقدم بشكر جزيل لهذا الفريق الرائع الذي يعني أطر هذه الناشئة طيرا جيدا حول مبادئ السلامة الطرقية. وبالأكيد هؤلاء التلاميذ والتلميذات سيستفيدون من هذه يعني من هذا العرض، وكذلك من هذه يعني الورشة التطبيقية في حياتهم اليومية كذلك. فنشكر فريق السلامة الطرقية الذي يعني قام بهذه الجهودات الجبارة في هذا الإطار. وباسمي يعني المرة الأخيرة يعني باسمي كل مكونات الثانوية الإعدادية المهدي ببركة من إدارة تربوية وأطر إدارة من أطر تربوية وكذلك من الشركاء جمعية أباء وغيرهم من الشركاء، نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم معنا في هذا النشاط وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم العيري عبد اللطيف، رئيس جمعية الآباء وأولياء وأمهات التلاميذ إعدادية المهدي بن بركة إقليم الصويرة. كنشكروا السي رياض الدرك الملكي للصويرة ومديرية إقليم الصويرة للتربية والتعليم على هذه المبادرة اللي قاموا بها اليوم عندنا في المؤسسة لتحسيس التلميذات والتلاميذ ديال المؤسسة ديالنا. كنشكرهم على هذه المبادرة وعلى هذا العرض القيم اللي قدموا السيد قائد الدرك الملكي للصويرة، وكنتمنوا التلميذات والتلاميذ يكونوا استفدوا من هذه الصباحية التحسيسية. وكنشكروا الإدارة ديال المؤسسة اللي قامت بهذه المبادرة، وكنتمنوا إن شاء الله تعمم كل سنة بهذه المناسبة ديال اليوم الوطني للسلامة الطرقية اللي كتخل كل سنة 18 فبراير. وكنتمنوا الجميع يكون استفد من هذه الدورة التحسيسية، وكنشكروا الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. مبادرتي